السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ الأحوال طيبة. غادي نشارك معكم واحد كيكرول كيجي غزال وهشيش ومفشفش، ما نقولشكم. وتصيبوا بالنسبة للمبتدئات، تصيبوا بعينكم مغمضين، تبعوا معايا المقادير وإن شاء الله غادي ينجح معكم 100%، وبما يعني بشي مقادير اللي هي سهلة وموجودة عندنا في البيت. يلا هو معايا إن شاء الله نبداو على بركة الله. عندي هنايا تقريبا واحد 8 معالق ديال الفورص، عندي نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، عندي 4 البيضات بحراره المطبخ، لان كان عندي البيض صغير، داكشي علاش درت 4. تقدروا ديروا جوج الا كان البيض كبير ولا 3. عندي هنايا واحد، المهم غادي ندربوا البيض، حتى ولينا بحال الثلج، يعني بحال منقار العصفور. وغادي كما ذكرت لكم المقادير عندي، قلت لكم 8 المعالق ديال الطحين مع نص كاس ديال السنيده ونص كاس ديال الزيت. المهم هنا كنطرب مزيان حتى يولي ليا بحال كما قلت لكم منقار العصفور. وعندي واحد بالنسبه للفاني، غندير الفاني سائل، ولا لكم الاختيار ديروا نتوما الفاني الاخر، ماشي مشكل، انتوما شوفوا كيفاش. هذا دابا كنزيد البيض، صفرت البيض وكنطرب حتى يطرب ليا كلشي. وغادي نزيد السنيده ونزيد الفاني ونزيد ونخلط الخليط ديالي كامل. المهم هنايا درت الفاني كما قلت لكم، فاني السائل، انتوما ليكم. المهم هنا كنطرب، درت الفاني ودرت دابا الزيت، كنخلط الزيت وكنطرب، ودرت السكر حتى هو، وغادي نبدا نخلط بال، وانا كنخلط بالدراب هنا غادي. المهم هنا كندير الطحين باش كنخلط، جبت الفوي باش نخلط، ونبقى نخلط بشويه بشويه باش ما يطيحش ليا داك البيض، باش ما يهبطش. كنحاول انني نخلطيه بشويه بشويه، وكنزيد الطحين. ومهم غنديروا الفران يسخن على كما دائما تنقول، كل واحد على حسب درجه حراره الفرن ديالو، على حسب البلاصه. المهم هنايا انا كنزيد وكندي بحال هكا، وكنمشي بشويه باش ما يطيحش لينا البيض ديالنا وتجينا دايره، ما تجيناش يعني طالعه. كنوجدوا اللاطه ديالنا، وكندير هنا كنفرش ليها ورق الزبده. اول حاجه ندهن الزيت، ندهن اللاطه، وغادي ندير ورق الزبده باش ما تلصقش ليا ديك العجينه. المهم انا كنحاول انني كنسرحها، ومن ينسالي ونضربوها بحال هكا، نخبطوها شويه مع الارض باش تشد لينا الفورمه ديالها. هنا كيما صيب الحلوه ضربتها مع الارض باش تشد ليا الفورمه ديالها. هنايا دخلت الحلوه ديالي غير 10 دقائق وجدت ليا الحلوه. غادي نشدها نجيب واحد الزيف، ولا هذا غادي دابا نقلبها باش ناخذ هذاك الوجه، هاد القشره تكون لتحت ان شاء الله. غادي دابا باقا سخونه، غادي ندير واحد الزيف وغادي نقلبها. المهم غادي نقلبها ونحيد هذاك الورق الغذائي. المهم غادي نجيب هذاك الزيف اللي حطيت نقي، غادي نلوي فيه هاد الحلوه ونخليها حتى تبرد، نديرها في الثلاجه حتى تبرد، وغادي نوجدوا الكريمه حتى هي مع بعضياتنا. هنايا خديت واحد كاس كبير ديال ولا جوج كيسان ديال الكريمه السائله، وغادي نزيد عليها واحد الكريمه اللي ديال لا ديليفيا، اولا ليكم الاختيار نتوما الكريمه اللي موجوده عندكم. وغادي نخلط هاد سميتو، نخلط هاد الكريمه مزيان حتى هي تشد توجد لينا. لما وجدت قلبت العجينه ديالي على هذا، سرحتها ودرت لها يعني كوفيتير ديال الفومبواز، وغادي نحط عليها حتى فومبواز موجوده ممكن.
ليكم الاختيار، تقدروا ديروا الكريمه، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوا نتوما، ليكم الاختيار في الشكل ديال الحلوى. هنايا غادي نبدا نجمع الحلوى ديالي بعد ما جات، ما نقولش لكم هشيشه بزاف، كندورها بشويه بشويه. والمهم غادي نتخلي من بعد ان شاء الله غادي وهنا ان شاء الله قبل ما رونينا غادي نجيب الكريمه وغادي نبدا نشكلها. وانتم انتما تقدروا تصيبوها وتسوقوها بالشكل اللي بغيتوا وتوجدوها. واللي عجبو الفيديو ما يبخلش علينا بلي لايك سبسكرايب ويضغط على الجرس باش ديما يطلع عليه الجديد. وشكرا الناس، شكرا على التعليقات ديالكم الزوينه، واللي دخل جديد يتابعونا باش يضرب الجرس باش يطلع عليه الجديد. فضلا وليس امرا، وفرقوا ووزعوا هذا الفيديو على الاهل والاحباب والاصدقاء باش يكون فائده. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهية طيبة، إلى الفيديو القادم بحول الله إن شاء الله. شكرا لكم.